طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم من عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم نريد نتحدث عن موضوع من يقف وراء محاولات اغتيالات قياديين في ميليشيات الحشد الشعبي. من يقف وراء اغتيال المدير المالي لميليشيات الحشد قاسم الزبيدي، وهو أحد أعضاء حزب الدعوة؟ طبعا تعرض إلى عملية اغتيال قبل حوالي 3 أيام، وتأثر بجراح جراء هذه المحاولة في العاصمة بغداد. طبعا لغاية الآن لم يصدر عنها أي تفاصيل عن عملية الاغتيال ومن يقف وراءها، اكتفت بالقول يعني صفحة الحشد في الفيسبوك بأن الاغتيال نفذته يد الغدر التي تريد النيل من أبناء العراق بهذه العبارة، كما لم تصدر وزارة الداخلية أي تفاصيل عن هذا الحادث. مصدر أمني تحدث بأن مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 أشخاص قامت بمداهمة منزل قاسم الزبيدي في حي الكرادة، في حي الكرادة المحصن في العاصمة بغداد، مساء السبت الماضي، ووجهت له إطلاقات نارية في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى ثم فارق الحياة. يقول المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه بأن الجنات قاموا بتخريب ونقل كاميرات المراقبة التي وضعها قاسم الزبيدي في منزله بحي الكرادة، وتحدثت مصادر صحفية عن تشكيل هيئة الحشد لجنة تحقيقية برئاسة رئيسها فالح الفياض لكشف ملابسات الحادث، بناء على توجيهات من رئيس الحكومة حيدر العبادي على أن تقدم نتائج التحقيق النهائية خلال أسبوع واحد. طبعا حزب الدعوة أصدر بيان تعزية وصف فيه الحادث بالإجرامي والإرهابي، وطالب البيان الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجنات الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية سريعا، والكشف عمن يقف خلفهم. طبعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أدان اغتيال قاسم الزبيدي، وطالب حكومة حيدر العبادي بعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم البشعة التي وصفها البيان، وإكمال التحقيق وتقديم الجنات للعدالة فورا. الصدر قال في رد على سؤال تم توجيهه أو وجهته إلى مجموعة من عناصر الحشد الشعبي بشأن قاسم الزبيدي، بعد أن قال الحق بصدق، وبعد أن دافع كما رد عن المرجعية وطالب بطاعتها، وانتقد بكل شفافية طالته أيدي الغدر والإثم. أضاف نسأل الله أن يبعد الشر عن كل الأصوات الحق في العراق، وأن يبعد الحشد عن السياسة. ويلاحظ أن أغلب بيانات الإدانة صدرت
عقب وفاة الزبيدي لم تشر إلى أو لم تشر إلى تنظيم داعش أو الجماعات الإرهابية المرتبطة به، تحدثت فقط عن عملية غدر تعرض لها، وذلك قد يعزز التكهنات التي تشير إلى أن حادث الاغتيال مرتبط بجماعات مصالح مرتبطة بهيئة الحشد نفسه، وتحصل على أموال طائلة منها عبر إضافة أسماء وهمية بهدف الحصول على المرتبات المالية المخصصة لها. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين ونعرف من آرائكم من يقف بآرائكم، من يقف وراء هذه الاغتيالات. طبعا ليس فقط هذا الاغتيال، هناك محاولات اغتيالات أخرى سوف نأتي عليها تباعا ونذكر الأسماء، حدثت في هذا الأسبوع في لقيادات داخل ميليشيات الحشد. معنا اتصال أبو نور من النجف، تفضل أبو النور. عزيز مصطفى سلامي إليك وكادر البرنامج. نعم عمر معك، تفضل. إذا برنامجكم حياك الله. تفضل أبو نور. اليوم الموضوع موضوع مهم. نعم. اللي هو اختيار قيادات الحشد. نعم. يعني أنا اللي أعتقده، اللي أعتقده في رأيي البسيط، إنه من المستفيد اليوم، من المستفيد من اغتيالهم؟ نعم. من اغتيال هاي القيادات، هم بياناتهم أخي مصطفى، هم بياناتهم تصفية حسابات. الآن اليوم مرحلة تصفية حسابات قبل الانتخابات، فما أعتقد جهة ثانية، داعش أو غير داعش أو فلان أو فلان، هم اللي وراء هاي الاغتيالات، وراء هاي الاغتيالات هم نفسهم. الله يبتشبه. نعم أبو النور، ليش أخي مصطفى؟ عمر معك، ليش برأيك؟ برأيي ليش تصفية حسابات اليوم، حتى من يحصل على أموال أكثر، من اليوم حتى يطرح اسمه بالانتخابات. نعم. أخي هم أساسا هي قيادات الحشد ما يصير تترشح، يعني شو أنتوا قاتلتوا؟ إحنا مو في برنامج سابق طالبنا بهذا الشيء. هم قاتلوا اليوم فتوى من المرجعية، مو فتوى من المرجعية. نعم. هاي الفتوى انتبهت الآن تحرر العراق وانتبهت الفتوى. أما اليوم المرجعية تقول بأنه يا بروح لبيوتكم، هو كل من يروح لبيته. نعم. أو يسولوا في نظام معين يخلوهم منتظمين تحت إطار الدولة. ماكو ترى كل شيء، ماكو أخي مصطفى، ماكو في الشيء اليوم اللي يثبت هؤلاء الناس ويجعلهم منتظمين. أنا اللي أعتقد ما منتظمين، هم ما منظمين. نعم عرفت أخي مصطفى. نعم أبو النور، فاليوم هذا الإنسان ما منظم، اللي ما يربطه في قانون معين، صح قالوا قانون وقانون الحشد، بس ماكو بيه تكملة، ماكو بيه تفاصيل، ماكو بيه خاليها مفتوحة، يعني كل من يتصرف، كل من يفسر القانون على كيفه، عربي، وكل واحد يريد، احنا عندنا بالمثل الشعبي يقول كل من يريد يحوز النار لقربته، كل من يريد هو اللي يستفاد أكثر. أنا أعتقد اليوم يعني فشل الانتخابات، وفشل هاي جزء من عدية الحشد الشعبي وترشحهم للانتخابات. نعم. حبيبي أبو نور من النجف كان معنا. طبعا مصدر مطلع كذلك، فضل عدم ذكر اسمه، تحدث بأن طريقة الاغتيال المدبرة التي حدثت في منطقة محمية في حي الكرادة في العاصمة بغداد تطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة المنفذة، وأضاف بأن قاسم الزبيدي كان يحظى بسمعة جيدة وسعى إلى كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح مقاتلي الحشد لأنها تستنزف أموال طائلة. توقع هذا المصدر أن تظل الشبهات تحوم حول جماعات محددة بالضلوع في عملية الاغتيال، لكن استبعد أن تستطيع جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث أو تقديم الجنات إلى العدالة في القريب العاجل. طبعا العشرات من عناصر الحشد الشعبي كانوا قد خرجوا الأسبوع الماضي في مظاهرات أمام باب المنطقة الخضراء الرئاسية للمطالبة بحقوقهم المالية والتقاعدية. مصادر مقربة من فصائل ميليشيات الحشد الشعبي ربطت بين اغتيال مسؤول الشؤون المالية في الحشد قاسم الزبيدي وبين فقدان مبالغ مالية
قدرها البعض بنحو 5 مليارات دينار، 5 مليارات دينار من موازنة الحشد المقدمة من قبل الدولة، في ظل تلويح الزبيدي الذي اقتحم مسلحون منزله يوم السبت الماضي وقاموا باغتياله، بالكشف على المتورطين بسحب هذه المبالغ وإنفاقها على الحملة الانتخابية في وقت كانت تلك الأموال مخصصة لإرسال جرحى الحشد إلى مستشفيات في بيروت وفي طهران وفي إسطنبول للعلاج وزرع الأطراف الصناعية. إذن 5 مليارات دينار فقدت وتم الربط بينها وبين عملية الاغتيال. معنا اتصال أبو عبد الله من الناصرية، تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله صباح الخير. صباح النور، أهلا بك. والله أنا يعني اعتقادي البسيط أنه يعني هاي من خارج أهل العملية السياسية اللي جاي هالسيد، فأنا صور المؤامرة، هاي يعني مؤامرة على الحشد الشعبي، على القائمين بالعملية السياسية، كل هاي مؤامرة من خارج، أنا أعتقد نعم. من خارج ذول السياسيين، لا أنا أعتقد الشغلة داعشية والشغلة مرتبطة وأجندة خارجية ماشي. والدليل على بكية مستمرة، مو بهذا وانتهت ولا بغيره. زين أبو ماشي أبو عبد الله تمام. العملية يعني مدير مالي لفصائل الحشد الشعبي مو شخص بسيط حتى يتم اغتياله وبالكرادة ويدخلون عليه أربعة يعني موضوع يراد له على أو يضع علامات استفهام كثيرة. طبعا القيادة في تحالف الفتح اللي هو مرشح انتخابات وهو الذي يدعي تمثيله لميليشيات الحشد الشعبي كريم النوري أقر بأن موعد الانتخابات وقرب موعد الانتخابات هو السبب وراء تصاعد عمليات الاغتيال التي تطال قياديين في ميليشيات الحشد. النوري تحدث بأن من الصعب اتهام جهات معينة حاليا بهذه الجرائم، ولفت إلى أن تحالف الفتح بانتظار نتائج التحقيقات التي لا تزال مستمرة من قبل الجهات المعنية. معنا اتصال أم محمد من السليمانية، تفضلي أم محمد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سلام لحضرتك القناة الرافدين السابقة. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. هسه هم عصابات بيناتهم المسؤولين كلهم هم بالدولة كلهم هسه حاليا نعم. هم عصابات، هم واحد يباوع على الله، هم عندهم عصابات، أي هو شخص يردون يقتلوه، هم أي شخص يردون هسه داي يقتلوه، إذا مواطن وإذا مسؤول وياهم بالدولة، هم عصابات. هاي توجيههم من إيران، تجيهم توجيهات من إيران تقولهم أقتلوا هذا الشخص، ينقتل انتهى. إيه على مود الانتخابات أستاذ مصطفى، إحنا أنا ما رايح أقبل، بس السنة رحت سويت تحديث مال هويتي. زين ماشي ماشي أم محمد أنت برأيك ليش يتم يعني هذه الاغتيالات؟ مدير المالي الرئيسي في الحشد الشعبي يتم اغتياله، يدخلون 4 البيت بالكرادة، وين راحت السيطرات؟ وين راحت الشرطة؟ وين راحت حمايته أصلا هو كمدير مالي ويقومون بتخريب كاميراته؟ نعم أستاذ عمر، كلها اتفاقية وهي ينطون فلوس، كلها يدفعونها فلوس نعم. كلها القاعدة الحمايات هاي كلها رشوات زينة فلوس، ويقشون هم يقششون ويقتلون ويطلعون أستاذ مصطفى، كله ينطون فلوس على القتل مالتهم نعم. يعني عبارة مليون ولا مليونين كلها بالدفاتر اللي يدفعونهم يغروهم بالفلوس يخشون يقتلون هذا الشخص ويطلعون. بس على مود الانتخابات أستاذ عمر، احنا سوينا يعني مال الانتخابات تحديث نعم، قالوا روحوا تعالوا بعدين ننطيكم اياها، رحنا قبل كم يوم بنستلمهم، قالوا ورا الانتخابات تعالوا استلموهن بكرتات مال الانتخابات نعم ورا الانتخابات هنا بتومة لك باليمانية نعم، باليمانية مو بغداد، رحنا بنستلمهن منطونا اياهن، قالوا ورا الانتخابات تعالوا استلموهن، يعني شنو هاي اللعبة؟ غير أكو بيها نعم. اختلاس
يعني يبوقون الهويات مال الناس ينتخبون هم لهم بيها، احنا شو نسوي بيها ورا الانتخابات؟ نروح نستلمها نشيلها ونجيبها. نعم زين، بس احنا كنا السنه يعني مصممين راح ننتخب هذا الصحف زيد الاعظمي، قلنا بدنا ننتخبه ما مو مشكله زين، بس ليش ما طالوا الهويات هم هنا عند الكراد ما طالوا الهويات؟ قالوا ما نعطيكم اياهم ورا الانتخابات، غير يعطونا اياهم هسه حتى بطل يعني. ها بطاقات انتخابيه ام محمد، بطاقات انتخابيه بني انتخابات مال انتخابات شلون ليش ما يعطوها لكم؟ قالوا ورا الانتخابات تعال تسلموها. ورا الانتخابات؟ شو اسوي بها ورا الانتخابات؟ اي هم والله ما هم استلموا وكملنا تحديثها. نعم نعم ورا الانتخابات، مو بس احنا استاذ عمر، مو بس احنا، كل العرب المسلمين مسوين تحديث ما انطوهم اياه. نعم صوت العرب سوى التحديث هنا بسليمانيه، من راحوا سووا التحديث وقالوا لهم تعالوا قاعدين ياهو يروح يقول ورا الانتخابات تعال ياهو يروح يرجع وما ينطونه ورا الانتخابات. نعم. فهو شنو اكو لعبه بهالشغله. نعم ايه. ام محمد من سليمانيه كانت معنا. طبعا قبل يومين القيادي في حزب الله محمد الكوثراني عقد اجتماعات مع عدد من قادة ميليشيات الحشد في محاولة للتقليل من حدة الصراعات بين الكتل السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. مصادر صحفية تحدثت بأن الكوثراني وصل إلى بغداد قبل أيام وعقد سلسلة اجتماعات مع مختلف القيادات في ميليشيا الحشد بهدف تقليل حدة التوترات بين الأحزاب الحاكمة وبين ميليشيات الحشد، لا سيما عقب حملة اغتيالات وتصفيات متبادلة في الأسابيع الأخيرة وتهديدات وخلافات بين الكتل الانتخابية. طبعا الكوثراني هو تسلم ملفات إدارة وتسليح وتدريب الميليشيات في العراق منذ العام 2016، وهو مسؤول عن إدارة الملف العراقي في ميليشيا حزب الله. إذا تحدثنا على خلال هذه الأسبوع القيادي في ميليشيا أنصار الله الأوفياء جاسم الساعدي نجا من محاولة اغتيال يوم الثلاثاء أول امبارح، من محاولة اغتيال في بغداد. المصادر الصحفية تحدثت بأن القيادي في ميليشيا أنصار الله والمرشح عن تحالف الفتح جاسم الساعدي تعرض كذلك لمحاولة اغتيال فاشلة لدى مرور سيارته في منطقة الحبيبية شرق العاصمة بغداد. كذلك آمر تشكيل سرايا الدفاع الوطني وهو علي الأسدي كذلك تعرض إلى محاولة اغتيال فاشلة يوم الأحد الماضي. هاي ثلاث محاولات، اثنين فاشلة ووحدة يعني قتلت قاسم الزبيدي المدير المالي لميليشيات الحشد الشعبي. طبعا ائتلاف الوطنية اللي زعم إياد علاوي تحدث عن هذه الحادثة يوم أمس وقال بأن أحد مرشحيه كذلك للانتخابات تعرض لعملية اغتيال قرب العاصمة بغداد. الائتلاف ذكر في بيان بأن مجموعة مسلحة تستقل عدد من المركبات اعترضت أحد مرشحي ائتلاف الوطنية القياديين في إحدى مناطق حزام بغداد، وذكر بأن المسلحين أمطروا موكب المرشح بوابل من الرصاص من مدافع رشاشة ما أسفر عن حصول أضرار جسيمة في سيارات الموكب من دون تسجيل أي خسائر بشرية. هذا الحادث، حادث المرشح الوطنية، يأتي بعد يوم واحد فقط من مقتل مرشح عن دولة القانون نتيجة نزاع عشائري في بغداد، ويشار إلى أنه في نهاية عام 2016 إذا تحدثنا عن موضوع الاغتيالات، في نهاية عام 2016 تم اغتيال عدد من قيادات ميليشيات الحشد ومنهم حسن عبد العال الدراجي القيادي في سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، وأحمد طلال القيادي في اليوم الموعود الفصيلان يتبعان إلى التيار الصدري، وسمير عبود المعروف بأبو عراق. وأشارت مصادر مقربة من هذه الفصائل في ذلك الوقت بأن الاغتيالات وقعت ضد فصائل لديها تحفظات على تولي الحرس الثوري الإيراني مهمة الإشراف عليها، فمن تم اغتياله ينتمي معظمهم لفصائل سرايا السلام واليوم الموعود المؤيدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. إذن الاغتيالات ليست بجديدة، بل منذ تأسيس الحشد حدثت هذه الاغتيالات.
معنا اتصال ابو ناصر من تركيا. تفضل ابو ناصر. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك وقناه الرافدين وكل الكادر استاذي العزيز. اهلا بك. اختفاء 5 مليارات دينار، فقدان 5 مليارات دينار عراقي، هناك مصادر يعني ربطتها بينها وبين عمليه الاغتيال للمدير المالي، شنو رايك؟ والله استاذ عمر انا اقول اولا الله اللهم يجعل كيدهم بينهم، وثانيا يطلع لي المصدر الامني دائما ويصرح ويقول وماكو اي نتيجه، وهذا يثبت بان الاجهزه الامنيه فاشله وهم احزاب مجرمه، واحد يريد يزيح الله حتى ينفرد بالسلطه، وهي السلطة بالأساس صارت إلهم. وعندك إيران أستاذي العزيز عندها أجندة خاصة تريد تنفذها، بلد ما بي سلطة ولا قانون، السلطة صارت بيد الميليشيات أستاذ عمر، كل الشعب يدري بيها. نعم. واللي يدعمها قاسم سليماني، خلي يطلع السيستاني وينطي فتوى بحل الميليشيات إذا يقدر يصدر هيك فتوى. ليش باقي الميليشيات إلى هسه؟ مو فتوى هي بتأسيس الحشد، هي كانت من اجل قتال داعش، ومو داعش انتهى، مو هاي الفتوى دمرت البلد واججت الطائفيه. نعم. ويعني يعني هسه ما نعرف احنا منو اللي يحكم البلد استاذ عمر، يعني العبادي لو المالكي لو هادي العامري لو قيس القزعلي لو غيره، والله دمروا البلد. نعم. ميليشيا تسرق 5 مليارات وين راحت؟ ويطلع الاخ ابو عبد الله من الناصريه ويقول هاي مؤامره ضد الحشد، اخي ليش ما تطالبون المرجعيه بالغاء الحشد؟ يمو فتواهم كانت ضد داعش، يمو داعش انتهى وراح، ليش باقين؟ يعني فصائل الحشد استاذ عمر البلد صار بيدهم سووا فوضى. نعم هسه ماشي هسه اوكي تمام. يعني هذه عمليه الاغتيالات يعني الهدف منها انه نزاع على السلطه، لان والله الانتخابات قربت، لو يعني مسألة مالية، شو تقول أنت؟ والله هم الطمع قتلهم. أول شيء هو نزاع السلطة ويردون يستلمون، هم واحد يريد يزيح الآخر عن طريقه، والثاني الفلوس اللي دا يشوفوها تسيل لعابهم، يعني عنده استعداد يقتل حتى المرجع الأعلى مالهم في سبيل يحصل على مبالغ، ما عنده أي مانع. ولهذا تلقي البلد صار فوضى استاذ عمر، ما قدموا للبلد غير بس الدمار والقتل والتهجير والبطاله والمخدرات، وما دام الشعب ساكت استاذ عمر على هاي افعالهم راح يتمادون بجرائمهم، وخلي الشعب يظل عايش بذل. اخي انت ليش خايف وده تقول اذا ما اشترك بالانتخابات راح يحرموني من البطاقه التموينيه؟ اخي هي وين هالمفردات مال البطاقه التموينيه؟ اشو اذا موجوده لو زيت فاسد لو تم منتهي الصلاحيه؟ يمو كافي البلد وصل للحضيض وانتم تنتظرون فتوى من المرجعيه؟ الله وكيلك هي المرجعيه بالاساس مستفاده من هذا الوضع. كافي يعني المرجعيه دا يشوفون، هم دا يقولون احنا عندنا المرجعيه هي اللي توجهنا وهي اللي تنطينا الاوامر. يعني انتم يدمر البلد ويروح وينتهي والقتل والتدمير وانتم واقفين قاعد تنتظرون فتوى من المرجعيه؟ بعد وينكم انتم يا شعب؟ على شنو؟ الى متى تبقون ساكتين؟ نعم. ما بها اي نتيجه استاذ عمر، يعني مقاطعه الانتخابات. ليش يجيني واحد يقول لي والله نروح نشارك في الانتخابات لانه هاي البطاقه التموينيه مالتي تروح وانا ما اعرف شو يصير بيها بعدين؟ والله الله وكيلك ما بها اي مجال للبطاقه التموينيه فائدتنا، ولحد هسه هم من مستلم؟ بس خلي يطلع لي واحد يقول انا مستلم مفردات بطاقه تموينيه كامله. كافي البلد تدمر، كافي يعني حسوا على نفسكم، شوفوا انتوا لوين وصلتوا ولوين وصلوكم هذول اللي سلطوا على رقابنا، لوين وصلوا البلد؟ مو صرنا منبوذين، حتى منبوذين صرنا من دول العالم. يعني اكو ناس تطلع للخارج بس يبغوا عليه يقول له انت ميليشياوي، انت مجرم، انت قاتل، انت هيك. كافي يعني ترضون انتوا البلد مالكم يصير بهالحاله هاي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم استاذ عمر. ابو ناصر من تركيا كان معنا. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
حافه ان الازمه والاحتكاكات. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من تواصل دوت كوم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من طاوله الحوار والتي سنتحدث فيها مساله. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. الله يتفضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك حضرتك ويا ذات القناه حياك الله يا اخي. حياك السلام على المسلمين يا اخي العزيز. استاذ عمر رحمه على ذات الوالد، يعني ما مافيات مجموعه سامع، احنا نقول مافيات محليه او بيناتهم يتصارعون على هل كم فلس اللي بقى في العراق، يعني لان هذا المالك الكبير مالتهم المالكي مكوش على كل المال ويعني شلون يداور بيه بيناتهم، بس هو تصارع على السلطه. هذول يعني تشوف صدق، يعني يقول لك وجوه كالحه، شوف انظر يا اخي، يعني مبين واحد، مع تحياتي واحترامي لكل الضياف والوان الشعب العراقي البطل، بس هؤلاء يا اخي ايش لايكيه، يعني ما يصير حرامي يرافق حرامي يا استاذ عمر. نعم. الاكمي يرافق ادمي، الشريف كل جماعته يروح لقهوه وياهم شرفاء، هذول ايش لايكيه يا اخي من الشارع. احكي لك الصراحه يا اخي، احنا نعم. سابقا انا كنت في سلك الشرطه، يعني كنا نطارد عصابات الكراده يا اخي العزيز، ويعني بيناتهم نشوف يجون على الناس كل اسبوع يلمون هاي يسموها تعرف الخوات معكم على اساس احنا نحميكم وكذا وشغلات وهاي. هاي هؤلاء هالشكل، وطبعا تعرف حتى الايرانيين يمكن هم صار عندهم صداع، لان دول العراقيين مصيبه، خاصه يعني جماعتنا خالد علي وربعه وكل واحد. نعم. يعني معقوله يا اخي بلد كامل كل واحد ماخذ فتة 1000 2000 من هذا، روحوا قلتوا هذا اي شكل، هذا لا دوله موجوده ولا نظام، لا مش شوف لا زراعه لا صناعه، لا ما حد يفكر. سامي، ثلاث محاولات اغتيال، واحده ادت الى مقتل المدير المالي قاسم الزبيدي، واثنين فشلا لقياديين في داخل ميليشيات الحشد الشعبي في أسبوع واحد. شو تحلل أنت الموضوع؟ أنت كمواطن عاصمة بغداد، يعني معقولة وصل الأمر والنزاع بيناتهم إلى الاقتتال إلى الاغتيال؟ يعني اليوم اغتيال باشر راح يؤدي إلى تصادم بين الفصائل، يعني هذا مدير مالي مو شخص، وقيادات أخرى تعرضت إلى محاولة اغتيال، واحد يوم الأحد واحد يوم الثلاثاء. استاذ عمر عساهم ناهم تاكل حطمهم بصراحه، يعني لا هي اضعانهم تفيد العراقيين قضيه، ولا التصارع هذا مثلا راح يجيب لنا الخير والبركه، يعني هم اصلا يعني هذا البلد يعني ماكو ما يريدوا يصير براس الخير، يعني عصابه تستلم مثلا، شوف من اجتماع حول هاي العصابه مثلا جايبينهم هذا الفتح، كلهم كلاوشية وحرامية، نصهم مع جماعة المالكي وراحوا، يعني أنت من تروح للفتح يقول لك أنت مجاهد وكذا، الحمد لله ما نسبوا هاي المسائل إلى داعش وكذا وهاي، والله سبحانه وتعالى يفضحهم، يا أخي الشخص إلى متى يبقى بس الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل، يعني ما بيها مجال، لا يفلتون من العقاب، وبعدين هذول ما يدرون، بس سامح هذا اللي واقف حارس وينزل بندقيته، بس هنا اقسم لك بالله العراقيين هذا يقطعون وصل بس، هي هذا يعني هسه الدوره لهم، بس خل انتظر خل لما كل واحد ينزل بندقيته والله تمام. يعني انت تشوف بيناتهم هاي الاغتيالات الهدف سلطه، الهدف مادي، شنو الخلاف؟ طبعا يا استاذ عمر، لا بيناتهم هاي على تصارع على السلطه، العراق ما بي شيء اصلا، احنا مطلوبين، هؤلاء يقول لك باكر عصبه مثلا، شوف استاذ عمر اقسم لك بالله، هؤلاء اذا كلهم راحوا ويجون ناس جدد شرفاء ويحبون العراق والعراقيين، ترى هذول كلهم يعدمون، لان شوف الاموال اللي سرقت، يعني هذا واحد، شوف انت ليش المالكي مثلا قبل ما يروح الى 2014 اصر قبل ما هذا يخلي هذا حلي العلاق، هذا امين امواله، هذا يعني المفروض احنا نقول للميليشيات عمو خطفول هذا، وهسه عندكم
وين اموال العراق صارت؟ احكم لك بالله هاي هاي الشغله هاي هاي المساله تسارع على السلطه وابدا لا يهم العراق والعراقيين اصلا هم يعني صار اجتماع ذاك اليوم يقول لك واحد من اخواني يقول لك شو اسمه مال معرض مال كتاب والله يقول اكثر من واحد من ذول هناك يقول لي احنا الديمقراطيه والوطنيه يكرمك الله خليها تحت الحذاء يا ديمقراطيه ابدا ما يهمنا احنا اهم شيء يقول اذا مضت في ايران يقول احنا نشيل شو اسمه هاي اللي تسموها هاي اللي يخليها فوق راسك شنو؟ تسمى شمسيه يقول الشمس اذا مضت في ايران احنا نشيل نعم سامي من بغداد كان معنا. نقرأ بعض رسائل والسائل حول هذا الموضوع. يقول تحية طيبة بعد. يقول صراع الميليشيات والأحزاب والكتل السياسية وبيان حزب الدعوة ما هو إلا ضحك على الذقون، وكما يقول مثل مصري اقتل القتيل وامشي بجنازته، وتشير الدلالات إلى قيام الحزب باغتيال قاسم الزبيدي لأن كل الكتل والأحزاب السياسية تعتبر منافسة له في الانتخابات القادمة، حيث أن المالكي وحيث أن تصفية خصوم الحزب تعني فوز الحزب بالانتخابات كالكتلة الأكبر، وبهذا سيتولى المالكي رئاسة الحكومة بولاية ثالثة كما كان يطمح في انتخابات 2014، لكنه خسر وتولى العبادي رئاسة الحكومة بتوجيه من أمريكا وبمباركة من إيران مصطفى الجبوري أو أبو مصطفى الجبوري. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخي، ما حدث في البفراج الحادثة التي وقعت أول أمس كانت عملية واضحة لتصفية أهل السنة وتهجيرهم وهتافات طائفية يقولون مريد سفياني، يبقى هناك لا يبقى هناك أحد في سامراء، لحد سامراء يريدون الشيعة والشعب ما دام يصحى على نفسه، أو يعني آخر سطر غير واضح صراحة. معنا اتصال قبل ما نستكمل الرسائل. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عمر. مساء النور، أهلا وسهلا. تحية لك يا عمر، تحية القناة الرئاسية، تحية الكادر القناة، تحية الأخوان والمتصلين الأخ بدون استثناء. نعم. أبو سامي وأبو ناصر، ما يجري بالعراق هو ليس غريب في ظل حكم شلة سايبة حقت إيران، والعراق مثبت على حرب ميليشياوية من أجل النهب وليس لخدمة، وإنما من أجل تدمير العراق، لأنهم كلهم عملاء بما فيهم ما يسمى بالرئيس وزراء هذا حق حكومة الخضراء العميلة. فالعراق لن يستقر وضعه إلا بزوال هذه العصابات الإجرامية التي هي من 2003 لحد الآن العراق لم يذوق طعام العافية ضد هذه العصابات. العملاء مثل العامري، العامري هو واحد من قنادر إيران على الأسف، يعني يصل العراق إلى درجة أن يتقدم له للترشح ما يسمى بالانتخابات المزيفة التي تأتي بالعامري وأمثال العامري. وتحية لك وتحية للشعب العراقي. أبو فيصل من السعودية كان معنا. يقول رسالة أخرى تقول السلام عليكم أخي العزيز، الحشد الشعبي والميليشيات عصابات مجرمة قاتلة، جميعهم مجرمين وقتلة كما يقول هو في الرسالة. رسالة أخرى يقول أخ عمر، الشعب يشوف هاي المهازل والاستهتار بالدماء، أين المرجعية من هذه النماذج التي تتحكم بمصير بلد مثل العراق؟ أسماء ليس لها تاريخ، هاي نتيجة الفتوى مع الحشد، إشقال قتلة وسرقة ومخدرات وملاهي، أكو دولة بالعالم تحتوي نفسها، ليش ما يحميها جيش نظامي؟ رسالة أخرى يقول أن هذه الاغتيالات هي جزء مما تتطلبه مصلحة الأمن القومي الإيراني ابن العراق العربي. رسالة أخرى يقول أخوي عمر، هذه القطعان المتناحرة مستعدة للهجوم حتى على أسيادها من مجرمي إيران، والتحالف عندما ترى هذه القطعان أسيادها تعبث بالمليارات وهي تعيش على الفتات، وترى أسيادها تعيش بمأمن في المناطق الخضراء وهي تزج بها إلى المحارق، فلا محالة من فلتان هذه القطعان وتمردها حتى على أسيادها ومالكيها أبو قاسم من فلسطين. رسالة أخرى يقول، زادت نسبة عمليات الاغتيال التي يتعرض لها مرشحون الانتخابات البرلمانية المقبلة
في ظل اشتداد حدة المنافسة بين الكتل والأحزاب لنيل أكبر قدر ممكن من المقاعد، وفي وقت لم تعلن الجهات الحكومية التعرف بعد على أي جهة نفذت أي من هذه الهجمات، يشير سياسيون إلى أنه صراع بين الكتل وأن هناك جهات سياسية تتخذ جميع الطرق للفوز في الانتخابات. أخي عمر، من يقوم بهذه الاغتيالات للمرشحين هم ميليشيات منظمة تعتمد كل الأساليب، أساليب القتل، خصوصا مع قرب الانتخابات. لذلك لا تستبعد أن يتم انتخاب قيادات الميليشيات وزعمائهم أو حتى وجود حكومة طائفية. يجب إيجاد حكومة كفاءات ونزاهة. مبروك من الإمارات. رسالة أخرى من أبو حسام النعيمي من العاصمة بغداد، يقول فيها: تحية لحضرتك أستاذ عمر ولكادر القناة، الله يجعل كيدهم بينهم وينتقم من كل الميليشيات المجرمة التي عاثت في الأرض فسادا. طبعا احنا ننقل الرسالة، هذا رأي المرسل والمتصل. ومجرمة وفاسدة وفاسقة جاءت لدمار العراق ونهب خيراته وتسليم العراق لأسيادهم الإيرانيين. وإن شاء الله تعالى نسمع يقول باختيار قلة الميليشيات جزءا بما قاموا به من جرائم ضد الشعب العراقي. معنا اتصال أبو خالد من قطر، تفضل أبو خالد. ألو، السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يبارك فيك، كيف أخبارك؟ هي إليك الشعب العراقي الشرفاء. أخي العزيز، يعني مصير العراق، مصير الحكومة العراقية كيف راح ينتهي مع هذول؟ هذه عصابة اللي حاصل يا أستاذ عمر في سوريا، حاصل في العراق. عندنا حاليا عصابات نفس العصابات الموجودة عندنا. أخي العزيز، زين هذول لونهم حكومة وريد يبنون الشعب العراقي ويحافظون على معيشة المواطن العراقي، كان حاسبوا النظام السوري مو يدعمونه. يا أستاذ عمر، إذا تذكر أيام الحصار، أيام الحصار يوميا من تغرب الشمس لغاية ما تطلع الشمس، سيارات العراق كلها تنزل على سوريا، أسلحة وأموال، وحتى الكيماوي راح النظام السوري. ولا واحد حاسب النظام السوري على هذا الكلام، ولا واحد من العراقيين، ولا عراقي انا سمعته يتكلم. يعني شلون يتكلمون؟ اخي العزيز، هذول يعني اصابات. تقصد كحكومه لو ميليشيات؟ ايوه ايوه ايوه، نعم كحكومه، حكومه مو هم اللي اجوا ومسكوا بعد احتلال العراق. نعم ايوه، ايام كان صدام، كانت وين ودى الاموال؟ وداها على سوريا. وين ودى الكيماوي؟ وداها على سوريا. وين ودى كل شيء؟ الاسلحه موجوده عند النظام السوري، من وين جاب الاسلحه هذه؟ كل هذا العراق، ولا واحد يتكلم، فكلهم عصابة نفس العصابة. إذا ما خلصنا منهم ما راح يصير ازدهار بالعراق. وشكرا لك، والله يبارك. أبو خالد من قطر كان معنا. رسالة يقول: أني ياسر، البارحة أخي خطفوا الحشد من البيت وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا عندك تفاصيل أخي ياسر اذكر لنا إياها أو اتصل على حلقة البرنامج. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، العصابة باقية لأن رأس الهرم باقي حتى لو تغيرت الوجوه. تحياتي للقناة. السلام عليكم، أنا باسم من البصرة. بالنسبة للانتخابات يعني هم نفس الوجوه، يعني ما متغيرين. باسم من البصرة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ونعود إلى موضوع من يقف وراء محاولات الاغتيالات في صفوف قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي.
أربعة من يدخلون إلى منطقة مثل منطقة الكرادة ويختالون مدير مالي لميليشيات الحج الشعبي، ومعروفة ثقل وقوة ميليشيات الحج الشعبي في العراق وسيطرتها الأمنية وقبضتها الأمنية، بحيث يعني قوتها تفوق قوة الجيش والشرطة والقوات الأمنية وما حد يقدر يتكلم معاهم، هذا واقع الحال. من يدخلون أربع مسلحين إلى بيته ويختالونه ويأخذون الكاميرات أو يعطلوها، هذا يعني يطرح تساؤلات كثيرة، يطرح تساؤلات كثيرة. هل من المعقول أن وراء عملية هذه الاغتيال أشخاص عاديين؟ هل من المعقول بأنه يتم اغتيال قياديين آخرين في اليوم الثاني وبعدها بيومين، أي يوم الأحد ويوم الثلاثاء، وتفشل هذه المحاولات، واحدة منهم في منطقة الحبيبية في العاصمة بغداد؟ هل معقول أن التصفيات تأتي من خارج ميليشيات الحج الشعبي؟ من المستفيد من هذه الاغتيالات؟ ولماذا تتم هذه العمليات مع قرب الانتخابات؟ ننتظر منكم آراءكم أعزائي المشاهدين وأصواتكم لتفسير هذه الحالة التي تفاقمت في هذا الأسبوع. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك. احنا سابقا نقول اللهم اجعل بأسهم فيما بينهم ورب العالمين بيعطينا ان شاء الله واحد وكل الله ان شاء الله. فهم يعني المتنفذين الأقوياء بالمجموعات هاي ما يريدون، يعني يريدون هم يعني الراس الأول والأخير في ايديهم، فهم محل يقتل الناس. احتمال يكونون يعني قوى قالب الأحزاب ما يريدون يساعدون فلان أو علان أو غيره، فهم فيش طريقة يصفون اللي زايد يعني اللي يريد يعني يصعد مكانهم أو يجي يأخذ مكانهم. أنا أتوقع الشيء هذا. نعم، يعني بداخلهم من الداخل. داخلهم أكيد. إيه يعني إحنا قلنا اللهم اجعل بيتهم فيما بينهم. زين ماشي، يعني تمام، يعني حالة حالتين ثلاثة، يعني معقولة ما راح تكشف الحكومة أو قيادة الحشد؟ ما راح ينكشفون لو الموضوع يعني راح يتم التستر عليه والسكوت عنه؟ طبعا هو تستر على شغلات، احتمال ما بيناتهم يعني شغلات مثلا سرقات أو كذا، ما يجي حد يفضح الأخ وهذا يجي يصعد المكان هذا ويجي يفضح الثاني، فلذلك هم يصفون واحد صف الأخ. أنا أتوقع عشي هذا. ماشي، دور الحكومة العدوانة أجهزة أمنية، إذا ما نقول مثلا التحقيق ما راح يكون في داخل الحشد، إذا كانت الحكومة مثلا حكومة حيدر العبادي تريد تحقيق شفاف تسوي لجنة من خارج الحشد وتحقق بهذا الموضوع، ما راح توصل إلى نتائج لو الموضوع يظل نفس الشيء؟ لا يظل ما يطلعون أي نتائج. هم يعني هم مرتبين الشغل 100% أكيد، يعني هم تقريرهم ايه ابو حسن، هم مرتبين على الامور واحد اغتيالات وقتل ويجي يساعدون فلان او ما يجي يساعدون فلان، هذا الطريقه هاي. نعم ابو حسن من بغداد. اذا تحدثنا على استغلال المال العام، وطبعا مثل ما ذكرنا 5 مليارات دينار فقدت من ميزانية الحشد، كانت من المفروض أن يعني تكون ميزانية لتغطية تكاليف إرسال جرحى الحشد إلى مستشفيات في بيروت طهران إسطنبول العلاج وزرع الأطراف الصناعية، لكنها اختفت. 5 مليارات دينار تختفي من ميزانية الحشد الشعبي. معنا اتصال أبو محمد من ذي قار، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي؟ أهلا بك حياك الله أخي. بس مشاركة على أم القاسم سليماني. تفضل يا أخي. أنتم والله والله قناتكم هاي قناة عيب عليكم وطلع. ماشي، أنت إحنا نتكلم على موضوع اغتيالات في داخل الحشد وتريد تعرفنا على قاسم سليماني. إذا أنت حبيب قاسم سليماني فبالعافية عليك، إذا أنت ما شايل هم لهذه الاغتيالات اللي دعت تحصل في داخل ميليشيات الحج الشعبي وهذه الفتنة التي ربما بدأت، نسأل الله أن يبعد
يبعد الفتن عن الشعب العراقي. فيعني انت تمثل رايك وصوتك ابو محمد من ذي قار، يعني انت همك العراق لو قاسم سليماني؟ ما ادري، يعني احنا هذه العقول اللي موجوده بالعراق نتكلم بصراحه، يعني ما ادري، يتختخون على الغريب، يتختخون على الاجنبي، يعني ذابحين نفسهم على قاسم سليماني وعلى ايران والى اخره. يعني ما اعرف شلون، انت عراقي انت مو ايراني، عيب انه انت يكون ولائك لبلد اخر، لشخص اخر، لقيادي اخر. ما يصير هذا الكلام. اذا انت عجبتك ايران شيل شوالاتك وروح لايران وعيش هناك بايران حتى ترتاح يم حبيبه قاسم سليماني. نعم، اتصال اكو اخر ونكمل موضوعنا؟ ماكو اتصال، نكمل الموضوع. الاستغلال المال العام كذلك، طبعا مو بس حصرا في الحشد الشعبي او هناك سرقات، اليوم حديث عن رئيس الوزراء يستغل المال العام ويستغل منصبه كرئيس وزراء في الترويج عن نفسه في الانتخابات القادمة. طبعا هناك يقول 20 مرة خلال أقل من شهر واحد العبادي سافر وروج لنفسه من خلال أموال الدولة ومن خلال استغلاله لمنصبه كرئيس وزراء. طبعا مسؤول عراقي تحدث عن رصد استخدام العبادي طائرات حكومية بينها طائرات عسكرية مخصصة لأغراض النقل في تنقله بين المحافظات والمدن العراقية لحضور مؤتمرات واحتفالات أقامتها حملتها الانتخابية للترويج له ولقائمة النصر التي تزعمها. كما تضمن ذلك أيضا تخصيص طواقم أمن تابعة لوزارة الداخلية والدفاع مع السيارات والإمكانات الحكومية لتأمين حركتها في استغلال واضح لمقدرات الدولة وإمكاناتها. ولم تقتصر هذه المخالفات على رئيس الوزراء، سجل الأمر نفسه على رئيس البرلمان سليم الجبوري. سليم الجبوري أشارت التقارير إلى استغلاله لمواكب الدولة الرسمية المخصصة لكبار المسؤولين، فضلا عن تفريغ قوات لا تقل عن 50 عنصر أمني لصالح حركة الدعائية بين المدن العراقية المختلفة. قام بهذا الأمر أيضا نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، سعدنا العبادي وسليم الجبوري ونوري المالكي. استخدم نوري المالكي سيارات ديوان الرئاسة وسيارات هامفي عسكرية مع عناصر الأمن لتعليق صوره في شوارع بغداد، وإنفاق مبالغ مالية كبيرة على حملته واستغلال قاعات حكومية دون دفع ثمن إيجارها واعتبار النشاط حكوميا رغم أنه نشاط حزبي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها وطرحنا تساؤل من يقف وراء عمليات الاغتيالات داخل ميليشيات الحشد الشعبي. استمعنا إلى أصواتكم وقرأنا رسائلكم عبر خدمة الواتساب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم يوم السبت القادم بإذنه تعالى. إلى اللقاء والسلام عليكم.